ديم الكرة عكسة الملعب التونسي مرة أخرى. والله شيء غريب معناه الماتش بتلخر نخلق فرص كبيرة منش خادي نربحه شيء معناه بريمو معناه أسف اليوم خسرنا ماتش ما كناش معناه نستحقه نخسره خطر على الأنفهم بالماتش اللعبة كانت كيريبري خلقنا فرص شوف معناه برومير ميتان كرة نتاع مرزوقي بزي ميتان اللي براتيك ما كانت معناه أهم فرصة في المباراة اليوم على بلاريتي ونكور ينفوا فضو ماركاش خسرنا ماتش نتان الملعبية قدموا عليهم اليوم وانا قال شو لازمنا نتعاملوا بالافكتيف اللي عندنا لازمنا نشجعوا ملاعبيتنا سيتو باش يخرجوا من سيتياسيون هذايا لازم الناس الكل تتعاون خاطر سيتياسيون ما نجمش واحد بحد لازم الناس الكل تتعاون اليوم باش نجموا نخرجوا معناها من سيتياسيون صعيبه اللي فيها الملعب تونسي باش تكمل في رفعت ديما صابر ونقول لك الحقيقه انا حبيت نخرج عندي مده في بالكم معناها قعدت معناها خاطر رئيس نادي طلب مني انا حبيت معناها نخرج وانا رابح اليوم معناها نحب نتحدث مع مسؤولي الملعب التونسي قبل ما ناخذ ديسيزيون خاطر بالنسبه لي انا ما نجموش نبدلوا جمعيه كامله لازم الانترونور يتحمس وليد بالنسبه لي انا جاسيم توجور من ريسبونسابيلتي ان شاء الله نلقاو حل فيما فيه خير الملعب التونسي شكرا سي لاس معايا مدرب المستقبل الرياضي بالمرسى المنذر الكبيسي منذر ممكن نتائج خلال الجولات الاخيره المستقبل الرياضي بالمرسى بقى يبحث عن هذا الانتصار باش يتنفس اكثر واكثر انتصار هام جاء في وقت احنا في امس الحاجه ليه اليوم المقابله شفت مقابله المستوى الفني نتاعها موش مستوى كبير بعد عوامل سيلو كاتريام ماتش زيد الادفرسير عمل اون ديفونس رونفورسي بثلاثه في اللاكس و براتيكومون تروا بيفو كانوا اون سورنومبر علينا في المناطق نتاعهم خلى اللي كانوا ما فماش دي سباس باش تنجم تترجم اللعب نتاعك في وضع كيما هذا كنا مطالبين باش نصبر مطالبين باش نصبر ومطالبين نخدموا ونعاودوا نخدموا ونعاودوا حتى تجي الفرص وتجي الهدف فكشفت اللي كانوا البونتو جاء بعد تروا كورنر سكسيسيف على بعضهم ووصلنا للمناطق نتاعهم الكره الاولانيه كانت محترمه نتاع محمد علي بن حموده الثانيه نتاع العبيدي الثالثه الحمد لله ربي كرمنا اللي جبت لنا هدف نتاع ملاعبيه اللي دخلت زاد عاونت زدت البلوس للجروب والمرسى شفتوا مجموعه نتاع لاعبين الناس تبدا تجتهد وناس زاد كيف كيطابت تكمل العمل هذاك شكرا سيدي